إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ به تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتدي ومن يضلل فأولئك هم الخاسرون. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله، أرسله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون. صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار. تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، إن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذني الله وإياكم وأجارنا من النار. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. عباد الله، فلنحمد الله تعالى أنه أنعم علينا بالهداية إلى الإسلام والإيمان، ثم من علينا أن جعلنا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس، وضاعف نعمه وفضله لنا أن أرشدنا إلى هذا اليوم العظيم، يوم الجمعة، خير يوم طلعت فيه الشمس. فالحمد لله كل الحمد، والشكر له كل الشكر، لا نهثي ثناء عليه. إن تكفروا فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر، وإن تشكروا يرضه لكم، ولا تزر وازرة وزر أخرى، ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون، إنه عليم بذات الصدور. ثم اعلموا يا عباد الله أن الله تعالى أمرنا بالاعتصام بحبله المتين، والاجتماع على الحق، واتقاء شر التشاهن، والتخاذل، والاختلاف، والفرقة، وأوجب علينا الإخاء والألفة، وتوحيد الصفوف، وجمع الكلمة. فإنه لا يستقيم للناس أمر في دنياهم ودينهم ومآلهم إلا بالاتفاق والائتلاف، واجتناب التنابذ والاختلاف. ولهذا أمر الله تعالى عباده بتقوى المستلزم لحصول الإيمان، وفعل الخيرات، وفعل المأمور، واجتناب المحظور، ثم أمر بالاعتصام بحبله جميعا، ونهى عن التفرق والاختلاف. فقال تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا،
واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات فأولئك لهم عذاب عظيم يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين اسودت وجوههم أكفرتم بعد إيمانكم فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون وأما الذين ابيضت وجوههم ففي رحمة الله هم فيها خالدون تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق وإنك لمن المرسلين والمقصود في هذه الآية أن يوحد الله تعالى بالطاعة والعبادة ويخلص له العمل وأن يعتصموا بحبل الله والاعتصام بحبل الله يتضمن الاجتماع على الحق والتعاون على البر والتقوى والتناصر على أعداء الله وأعداء المسلمين ويتضمن أيضا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وروي عن ابن مسعود رضي الله عنه قال يا أيها الناس عليكم بالطاعة والجماعة فإنها حبل الله الذي أمر به وإنما تكرهون في الجماعة والطاعة خير مما تحبون في الفرقة إنكم عباد الله قد علمتم من التاريخ أنه قد بددت العصبيات القبلية العرب قبل الإسلام فلم يكن لهم شريعة تجمعهم ولا نظام يحكمهم وحينما لجأوا إلى الإسلام نالوا به العزة والسيادة والسعادة ولما صار فيهم سم العصبيات الموبوءة التي نقلها متفرنجة المسلمين إليهم يخادعون بذلك قومهم موهمين بأنهم يريدون النهوض بأوطانهم وإلاء شأنهم أصبح الأمر معكوسا فلم يجنوا من ذلك سوى الضعف والتفرق الذي مهد السبيل أمام أعدائهم للاستئلاء عليهم وعلى خيرات بلادهم وعلى أفكارهم وفي النهاية أصبح أعداؤهم يتحكمون فيهم وإن أوهموهم بأن الأمر بأيديهم ومن المتيقن أن المسلمين لم تكن لهم دولة عزيزة قوية ولن يقوم لهم أمر حازم إلا إذا اجتمعوا على ما اجتمع عليه أوائلهم وأسلافهم الذين فتحوا البلاد بأجل الإسلام وعزته وفتحوا القلوب لعبادة الله وحده لا شريك له وبذلك صاروا هم القادة فالخير كله في التوحد والتجمع والائتلاف والشر كله في الفرقة والتنازع والاختلاف قال الله تبارك وتعالى ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين ثم قال ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم وروي عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف وتسود وجوه أهل البدعة والاختلاف بارك الله لي ولكم في القرآن العظيم
ونفعني وإياكم بما فيه من الآيات والذكر الحكيم. واستغفر الله العلي العظيم إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله ولي الصالحين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين والصلاة والسلام على من تلقى القرآن من لدن حكيم عليم وعلى آله وصحبه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. My brothers and sisters, الحمد لله. All praise is due to Allah. We praise Him. We seek for His help. And we seek for His forgiveness. We seek refuge with Him from the evils of our hearts and the evils of our bad deeds. Whoever is guided by Allah subhanahu wa ta'ala, he is the truly guided. And whoever is left to go astray by Allah subhanahu wa ta'ala, these are indeed the losers. I bear witness that there is no deity worthy of worship except Allah. He alone, and I associate no partners unto him. I bear witness that Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam is the slave and the messenger of Allah subhanahu wa ta'ala. He was sent by Allah subhanahu wa ta'ala with the only guidance and the true religion, that he shall make it defeat all other religions and emerge victorious upon all other ways of life, even though the disbelievers would not like that. May his peace and blessings be upon him, his companions, his entire household, and all those that follow their footsteps in righteousness up to the day of judgment. My brothers and sisters in Islam, we must be grateful to Allah subhanahu wa ta'ala for the greatest blessings he conferred on us, the greatest favor he made for us, with which he favored us upon all his creatures. The favor and the blessings of Allah subhanahu wa ta'ala, that he guided us to this religion and to this faith. We must thank Allah subhanahu wa ta'ala manifoldly that he made us to be among the ummah of Prophet Muhammad sallallahu alayhi wasallam, the best of communities he raised for mankind. The blessings and favors of Allah subhanahu wa ta'ala upon us are uncountable, and therefore we cannot praise him enough, we cannot thank him enough. Another blessings that Allah had given us or has made to us is that he guided us to this day, this great day. Friday is a great day, the greatest day in the sight of Allah subhanahu wa ta'ala, as stated by the Prophet sallallahu alayhi wasallam, that this is the greatest day, the best day on which the sun rises. It is a blessing that Allah has given us Friday. He didn't give Friday to those that came before us. If we thank Allah subhanahu wa ta'ala and show gratitude to him, it's for our own benefit. If we are ungrateful to him,
that is against us. But if we are grateful to him, Allah will be pleased with us. And will let us know that no soul shall bear the burden of the sins of another soul. And we shall all return to Allah subhanahu wa ta'ala. And he shall narrate to us all that we do. He knows the general and the particular. He knows the general and the specific. He knows the hidden and the manifest. And he is well acquainted with all that we do. He knows the secrets that are hidden in our chests. My brothers and sisters in Islam, let us remember that Allah subhanahu wa ta'ala has enjoined us to hold fast to his unbreakable rope, and that we should be united. We should be united. We should avoid disunity and divisions. We should avoid disputes and disagreements. Allah has made it compulsory upon us to love one another, to fraternize, to support one another, to be the protecting friends of one another, to make sure that we are united in purpose and in action. Because as it were, nothing could be right in the affairs of any people if they are not united. Nothing can stand in the affairs of any community if such a community is divided against itself. If such a community is engrossed in endless disputations and disagreements. That is why Allah subhanahu wa ta'ala enjoins us in the Quran first to fear him, because it is the fear of Allah subhanahu wa ta'ala that would invariably lead us to having firm faith in Allah subhanahu wa ta'ala and to comply with his injunctions and commandments and to be righteous. At the end, it is the fear of Allah subhanahu wa ta'ala that will strengthen our unity. It is the fear of Allah subhanahu wa ta'ala that will clear away from us all sorts of hostilities and ill feelings against ourselves. That is why when he enjoins us to hold fast to his rope, he began the injunction with the fear of Allah subhanahu wa ta'ala. Ya ayyuha alladhina amanu taqullaha haqqa tuqati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. And thereafter he says, wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu. Because at the end of it all, it is lack of fear of Allah subhanahu wa ta'ala that make people not to have pure intention in what they do. It is the lack of fear of Allah subhanahu wa ta'ala that makes people to harbor ulterior motives in whatever they do. It is the lack of fear of Allah subhanahu wa ta'ala that makes people to be selfish. It is lack of fear of Allah subhanahu wa ta'ala that makes people to clamor for leadership, even if it were at the detriment of the public, of the interest of the entire Muslim community. So the wisdom here and the purpose is that we should fear Allah subhanahu wa ta'ala. We should obey him in all his injunctions, and we should purify our intentions in whatever we do. This holding fast onto the rope of Allah subhanahu wa ta'ala implies that we should cooperate with one another, we should support one another, we should hold on to ourselves together, we should protect ourselves, we should support our brothers against their enemies and the enemies of Islam. We should not neglect and abandon
our Muslim brothers when they are suffering and when they are being persecuted and massacred by the enemies of Allah subhanahu wa ta'ala. Ibn Mas'ud has been reported to have said that, O you mankind, hold on to the obedience to Allah subhanahu wa ta'ala and hold on to the Muslim community. Make sure you belong to the Muslim community. Don't bring division. Don't divide the Muslim community. Because whatever you may dislike in unity, whatever you may dislike in unity is better than whatever you may love in disunity. Whatever benefit you may get in disunity is not the same as whatever you may dislike in being united. Because as it were, all khayr, all that is good is in unity, and all evil is in disunity. All that is good is in unity, and all that is evil in disunity. You know from the history of Islam, but that before Islam, the Arabs were divided, killing themselves all the time. They're always in battle against one another, one clan fighting another clan, one tribe fighting another tribe. Although they were all Arabs, that was before Islam, there were incidents whereby fighting between one clan against another took about 4 decades continuously fighting themselves. It was only when they accepted Islam and Islam brought them together. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ. So when they accepted Islam, all those primordial sentiments, all those primordial hostilities, all those primordial enmities were ended, completely eliminated. That is what Allah was reminding them. وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعَدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا. When they became united because of Islam, Allah made them to be leaders in the world. He made them to be leaders in the world. They emerged, people that were downtrodden, people that were weak, people that were fighting themselves. But in a matter of less than half a century, in a matter of less than half a century, they emerge as leaders. The promise that was made to them by Allah in Surah An-Nur, وَعَدَ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ لَيَسْتَخْلِفَنَّهُمْ فِي الْأَرْضِ كَمَا اسْتَخْلَفَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ وَلَيُمَكِّنَنَّ لَهُمْ دِينَهُمُ الَّذِي ارْتَضَى لَهُمْ وَلَيُبَدِّلَنَّهُمْ مِنْ بَعْدِ أَمْنِهِمْ خَوْفِهِمْ أَمْنًا يَعْبُدُونَنِي لا يشركون بي شيئا ومن كفر بعد ذلك فأولئك هم الفاسقون. Allah fulfilled this promise for them. In a matter of less than half a century, they defeated the superpowers of that time. Alif Lam Mim, غلبت الروم في أدنى الأرض وهم بعد غلبهم سيغلبون في بدء لله الأمر من قبل ومن بعد. Allah fulfilled the promise for them when they got united under the banner of Islam. This will always be the situation. When Muslims are united, they become strong. When they are disunited, they become weak. When they are united, they become leaders. When they are disunited, they become trampled upon. They will be persecuted. They cannot do anything. Now that the Arabs have gone back, and Muslims generally had gone back to those kinds of primordial hostilities, divided among themselves, you can see how they have become play tools in the hands of the enemies of Islam. They deal with them, they give them instruction, they do according to their wish, and they cannot do otherwise because they are weak. They are not united. This is the situation.
And that is why I say everything good is in unity and everything evil is in disunity. We shouldn't be divided along tribal, ethnic, and some sort of, you know, unjustified, you know, groupings, either in the names of political parties, fighting one another, insulting one another, and weakening ourselves at the end. وَلَا تَنَازَعُوا فَتَفْشَلُوا وَتَذْهَبَ رِيحُكُمْ وَاصْبِرُوا إِنَّ اللَّهَ مَعَ الصَّابِرِينَ. Don't be disunited. If you get disunited, you become in disarray, and your strength will just go away. Be patient with one another. When we say we should be united, it doesn't mean that we should always understand issues in the same way. It doesn't mean that we will always agree all together on matters. It doesn't mean that we cannot differ in any way. What it means is that we should understand the differences. We should give excuses. We should forgive. We should feel good about ourselves. We should be patient with one another so that we become united and the Ummah becomes stronger. عباد الله إن الله أمركم بشيء بدأ بنفسه وثنى بملائكة قدسه فقال عز من قائل إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأذل الشرك والمشركين ودمر أعداء الدين وانصر عبادك المسلمين. اللهم انصر المسلمين المستضعفين في فلسطين. اللهم انصر المستضعفين في فلسطين. اللهم انصرهم على أعدائك وأعداء المسلمين. ربنا عليك توكلنا وإليك أنبنا وإليك المصير. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم حبب إلينا الإيمان وزينه في قلوبنا وكره إلينا الكفر والفسوق والعصيان واجعلنا من الراشدين. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. اللهم يسر لنا أمورنا واستر عوراتنا وآمن روعاتنا واحفظنا بما تحفظ به عبادك الصالحين. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون وقوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله. قبلة إسلامك ميديا قبلة إسلامك ميديا.